بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نراجع يونت 9. وات ار يور بلانز، ما هي خططك، ايه اللي ناوي تعمله يعني. نبدا في اول جمله وات ار يور، طبعا انا هنا يونت اهو. وات ار يور بلانز، امال ايه البلانز دي الثانيه؟ الطيارات. البلان الثالثه دي بتيجي معنا السهول، سهل كده من السهول ولا حاجه. وات ار يور بلانز، ما هي خططك فور ذا فيوتشر، للمستقبل. نمبر 1 she's going to، يعني ايه she's going to؟ هو سوف، هي سوف. ها؟ سوف. عرفت منين انها سوف؟ مش هي معناها يذهب؟ بس هي على بعضها يجوا على بعضها سوف. ما ماشي، ممكن تيجي والله على بعضها she's going to school، هي ذاهبه للمدرسه. امتى؟ ايه الشرط؟ لازم يكون بعدها فعل في المصدر. لازم يكون بعدها فعل فين؟ في المصدر. فين الفعل في المصدر؟ attend. يبقى يا استاذ لو قلت لك كده اهو she's going to school، هي راح المدرسه. لان ما تقوليش بقى she's going to على بعضها معناها سوف، لا، ممكن تيجي بمعنى يذهب. يبقى هي ذاهبه للمدرسه مثلا دلوقتي حالا. تمام؟ ايش عرفني؟ ما انا بقول لك اهو، لو جه وراها فعل في المصدر تاني لا يبقى معناها سوف. ما جاش بعدها فعل في المصدر وجه مكان مثلا يبقى معناها يذهب. قول مثلا she's going to travel to Alex مثلا، هي ناويه تسافر اسكندريه. فعرفت ان هنا معناها سوف عشان جه بعدها فعل تاني في المصدر اسمه ايه؟ اسمه ترافل. اهو مثلا الجمله اللي عندك هنا بيقول ايه؟ شيز اللي هي اختصار شيز برضه، جوينج تو اتند. اتند معناها ايه؟ تحضر. هي ناويه تحضر ذا ويدنج بارتي، حفل زفاف او ويدنج بارتي. فهنا شيز جوينج تو جه بعدها ايه؟ ها؟ فعل فين؟ في المصدر اهو، اللي اسمه ايه؟ attend. يبقى لو لقيت وراها فعل في المصدر يبقى معناها سوف. ما لقيتش وراها فعل في المصدر ما بقاش معناها ايه؟ مستر عايز اقول لم، عايز اقول لم تحضر. لم تحضر يبقى تقول she's not او she isn't. مش ناوية تحضر. بين فيها. لو عايز اسال اجيب is في اول الجملة ديت بمعنى هل. اجيب is she، بس طبعا ده لو كان في معنى سوف، هنا مثلا في الجملة دي. قول she isn't going to Alex، هي اهي نفس الجملة she isn't going، يبقى أنا she is going to travel، هي ناوية تسافر مش ناوية تسافر، she isn't going to travel. طب لو عايز أقول هل ناوية تسافر أحط is she going to travel to Alex. طبعا حط في الآخر عامل فهم، تقول yes she is أو no she isn't. فهمنا كده يا استاذ؟ انت قولوا عليها سوف. تمام؟ حد عايز يسال في حاجه في ديت؟ يبقى هنا جت معنى سوف ليه؟ عشان قلنا جه بعدها فعل فين؟ في المصدر اسمه اتند، يعني يحضر. كان اي بورو، ممكن استلف يور جاكيت، الجاكيت بتاعك. قال له ماين، ماين اللي هو الجاكيت بتاعنا اللي هو ميلكي يعني، ايزنت كلين، مش نظيف. طب ليه ما قلناش لند؟ لان لند معناها ايه؟ يسلف. لكن ممكن انا استلف. لكن لو انت اقول لند، لو قلت لك كان يو لند مي، ممكن انت تسلفني انا. لمزيد من المعلومات بليز كول 7654-3210. طبعا فور مور انفورميشن، لمزيد من المعلومات. She's going to. هنا سوف بقى ولا هنا يذهب؟ عشان كده بعدها مكان اهو. She's going to، هي ذاهبه الى الايه؟ الاكواريوم. عرفت منين هو الاكواريوم؟ لان قال لك تو سي دولفينز، عشان تشوف الدلافين. تشيلدرن، الاطفال، كان بلاي، ممكن يلعبوا اون ذا ووتر سلايدز. الووتر سلايدز اللي هي الزحاليق المائي. هاو اباوت، وات اباوت في الاقتراح بيجوا وراهم اي ان جي. هاو اباوت جوينج تو ذا بارك. ايه رايك نروح الجنينه بكره؟ قلنا في الاقتراحات يا جماعه، ان كان لسه حد مفكره. الاقتراحات اللي هي الميكينج suggestions، حتى بتفيدك في السيتويشن، في المواقف. لما تيجي مثلا عايز اقترح على حد حاجه اقول له ليتس، او ممكن اقول واي دونت وي، او ممكن اقول وود يو لايك تو، او شال وي. ايه رايك؟ كل دول معناهم ايه؟ ليتس مثلا هي بنت، واي دونت وي ليه ما لا، ليه لا، ليه ما لا، وود يو لايك تو، هل تحب ان، وشال وي ما رايك. كل دول مالهم؟
بيجي وراهم الانفينيتيف. يعني الانفينيتيف المصدر. في اقتراحين تاني وراهم اي ان جي. الاقتراحين التانيين اسمهم هاو اباوت اللي معناها ما رايك او ماذا عن، والتاني اللي زي بالظبط اسمه وات اباوت برضه ما رايك او ماذا عن. الاثنين دول بعملهم بلس الفيرب بلس اي ان جي بيجي وراهم الفيرب بلس اي ان جي. يعني ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول مثلا ليتس جو، لو عايز ادي مثلا اقتراح يلا نروح المكان الفلاني ليتس جو اي حاجه اي مكان. او ممكن اقول هاو اباوت جوينج، ده الفرق بينهم. يبقى تقول ليتس جو لكن نقول هاو اباوت جوينج. فهنا في جايب لك هاو اباوت، يبقى هاو اباوت ايه؟ جوينج. ذير از يوجد سبيس سويمنج بول، حمام سباحه داخلي ات ذا هوتيل، في الفندق داخل الفندق اسمها اندور بس اندور سويمنج بول. امتى اقول اندورز البلس؟ خدنا الفرق بكام من اندور واندورز؟ خدناهم طبعا الفرق. كلمه اندور معناها داخلي، دي عباره عن ايه؟ صفه، يعني لازم يجي وراها غالبا موصوف. طيب لما اقول اندورز معناها كده بالداخل، دي ظرف يعني ما يجيش بعدها شيء. اقول لك مثلا مثال المشهور جدا بتاع التشيس، الشطرنج از ان اندور جيم. يعني ايه اندور جيم؟ لعبه داخليه بلعبها داخل مبنى، يعني مش مقصود بيها داخليه مثلا لا، يعني او في مثلا خارجيه خارج البلاد مثلا، لا هي داخليه يعني داخل مبنى، وخارجيه يعني خارج مبنى من اللي كده اللي هو الطلق يعني. فبيقول لك هنا اندور اللي من غير اس اهي، جه بعدها ايه؟ موصوف، جه بعدها اسم تاني يعني. يبقى لازم اندور اللي ما فيهاش اس لازم يجي بعدها ايه؟ اسم ناون. فجبت اندور جيم. يعني اندور جيم لعبه داخليه تلعب داخل مبنى. لو عايز اقول انا بلعبها بالداخل بتقول اهو اي بلاي ات اندورز كده. هل اندورز بقى جه وراها اسم تاني؟ لا، اندورز اعتبرت الاس ديت مكان الايه؟ مكان الاسم. يبقى لو جبت اندور لازم تجيب بعدها اسم، لكن اندورز اللي بالاس ديت ما نجيبش بعدها ايه؟ اسم تاني يعني. فهمنا كده؟ فانت عندك هنا سويمنج بول، حمام سباحه، يبقى حمام سباحه اندور داخلي. امتى اقول اندورز؟ لو كانت غالبا يعني في اخر الجمله كده ما بيجيش بعدها حاجه. عكسهم طبعا نفس الفكره، اوت دور واوت دور نفس الكلام. اوت دور معناها خارجي، دي برضه صفه يعني لازم يجي وراها اسم. طيب اوت دورز بالخارج، دي ظرف ما يجيش بعدها اسم تاني. بعتبر الاس ديت لما حطيتها خلاص مكان الاسم. فهمنا كده يا شباب الفرق بين اندور واندورز واوت دور واوت دورز؟ طيب ساره از ات ذا جاردن، في الحديقه طبعا بتقطف ورد، بيكينج اب فلاورز بتقطف ورد. ذا مين تيكس ا وندرفول برايز، بياخد جايزه رائعه. ها الوينر، مين الوينر؟ الفائز. I can't wear، لا يمكنني ان ارتدي my green dress، فستاني الايه؟ الاخضر. It's too tight، tight دي ضيق ماسك كده في الجسم. كايت طبعا دي طياره، وفايت يعني يتخانق او يتشاطر. Take some clothes with you، معاك خد ملابس ايه معاك؟ Because it's cold in England، الجو برد في انجلترا. طبعا take some heavy clothes، يعني heavy clothes ملابس ثقيلة، عكسها لايت خفيفة. طبعا strong دي قاوم الأشرة. They aren't going to، هم لن مش ناويين يعني يجلسوا في الحديقة. فين يجلس؟ أول واحدة عليها ست. هم ليه سات؟ الماضي من ست سات، يجلس الماضي منها جلس. هم ليه السايت الأخيرة دي؟ معناها موقع، موقع اسمها السايت. يبقى they aren't going to sit in the garden، هم مش ناويين يقعدوا فين؟ في الحديقة. طب ليه ما اخترناش سات الماضي؟ احنا قلنا لما يكون في تو، going to دايما وراء الفعل فين؟ في الانفينيتيف في المصدر. I'm going to the، رايح فين؟ to buy، لكي اشتري a pair of glasses، نظارة.
طبعا اوبتيشنز، اوبتيشنز اللي هو محل بصريات او النظارات. نيوز ايجنتس، ايه نيوز ايجنتس ده؟ محل بيع الجرايد. تمام. بيكرز المخبز. لو بيكر بس من غير الابوستروف اس، يا جماعه الابوستروف اس دي بتدل على المكان، يعني هنا الابوستروف اس هنا بيكر بس خباز، لما نقول بيكرز المخبز يا جماعه ده اسمه بيكري. نيوز ايجنتس محل بيع الجرايد، لو شلت الاس بقت نيوز ايجنت بس هو بيع الجرايد نفسه والمجلات. فهمنا الاس دي بتدل على المكان. اي لايك، لايك ولاف وانجوي، قلنا بيجي وراهم اي ان جي، يبقى جوينج ويند سيرفينج. ان ذا كامب في المعسكر، وسليب بننام هنا تنت، تنت اللي هي الخيمه. بي كيرفول، خلي بالك يول ولا يو ايه هتقع لما يكون حاجه بدليل. احنا قلنا يا جماعه احنا بنستخدم طب ويل وجوينج تو، قلنا ويل ديت بستخدمها في القرار الفوري، هي مش عليك، واليونت كله بيتكلم على ايه؟ على از ام او از او ار جوينج تو. اليونت كله بيتكلم على استخدام جوينج تو اللي معناها سوف، اللي قلنا بنقول عليها سوف امتى؟ لما يجي بعدها فعل فين؟ في المصدر. خلاص؟ بتعبر عن ايه؟ قلنا بتعبر عن حاجتين. البلانز، يعني البلانز؟ الخطط او الانتنشنز. يعني ايه الانتنشنز؟ النوايا او القرارات السابقه، ممكن اقول لاست ديسيجنز، القرارات السابقه. هي بلانز وانتنشنز عندك في اليونت بس. في استخدام تاني نمبر 2 اللي هو بتاع بريدكشن. يعني ايه بريدكشن؟ تنبؤ بيست اون ان ايفيدنس، مبني على دليل. لما يكون في تنبؤ مبني على دليل او قائم على دليل، يعني مثلا المثال بتاع السحابه فاكرينه؟ لما اقول مثلا ذا سكاي از كلاودي، الدنيا مغيمه، هقول بقى ات ويل ولا جوينج تو ولا از جوينج تو رين، مطر. انا حاجه شايفها بعينيا اهو، في دليل اهو مبني على دليل، او حاجه مبنيه على ما اراه بعيني، حاجه خلاص انا شايفها بعينيا، يبقى طبعا اقول از جوينج تو. بستخدم جوينج تو يا جماعه لما يكون في تنبؤ مبني على دليل، لما يكون في دليل او حاجه اراها بنفسي بعيني يبقى ده جوينج تو، لما يكون في بلان خطط او انتنشنز نوايا يبقى استخدم برضه جوينج تو. فانت بتستخدم جوينج تو انت يا جماعه لما يكون في حاجتين بس، قلنا البلانز والانتنشنز، الخطط النوايا، حاجه انت ناوي تعملها مخطط لها، او البريدكشنز التنبؤ اللي بيست اون ان ايفيدنس المبني على دليل، زي المثال بتاع السحابه. او ممكن اقول لك مثلا تيك كير، خلي بالك يو ار جوينج تو فول، انت هتقع، حاجه او شاكك على الحدوث وانا شايفها بعينيا. فبص هنا بيقول لك ايه، بي كيرفول، خلي بالك يو ار جوينج تو فول، انت هتقع اوف ذا بايك من العجل، يبقى حاجه انا شايفها بعينيا خلاص. اي ام ترافلينج، انا مسافر، ده زمن ايه ده؟ تومورو. تمام صح، بس ده زمن ايه؟ مضارع مستمر. قلنا بيعبر عن حاجتين، فاكرين؟ انت اللي فاكر سؤالين، بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي، عن اكشن هابينج ناو، او الاستخدام الثاني مستقبل قريب محدد بمواعيد. فاي ام ترافلينج تومورو، انا مسافر بكره، مش معقول اقول لك ام ترافلينج يسترداي، مسافر امبارح او كل يوم، لا هي المفروض ترافل بس. لكن اي ام ترافلينج ده مضارع مستمر بيعبر عن استخدامين، حاجه بتحصل دلوقتي او مستقبل قريب محدد بمواعيد، نير فيوتشر. ان ذا اوبن اير، في الهواء الطلق. وسليب بننام كده مننا للسماء، مننا للنجوم، اسمها اندر ذا ستارز. هيز جوينج تو هاف ا باربيكيو، يعني ايه هاف ا باربيكيو؟ هيقيم حفل شواء. يعني يعمل حفله؟ نفس الفكره، قلنا هاف ا بارتي، يعني هاف ا بارتي؟ يعمل حفله، مش ميك، لا مش ميك، اسمها هاف. طب يعمل حادثه؟ برضه هاف ان اكسيدنت، معناها يعمل حادثه. ما تقولش برضه ميك، لا ما تقولش ميك. يبقى يعمل حفله ويعمل حادثه، الاثنين دول ايه؟ هاف. وبرده يقيم حفل شواء او يعمل حفل شواء اسمه هاف ا باربيكيو، يعني يعمل حفل شواء. واي دونت وي، ليه ما لا نتقابل اون ساندي؟ ليه ما نتقابلش اون ساندي؟ ها يبقى واي دونت وي ايه؟ ميت. في حاجتين قلنا احنا دو اصلا دو او داز او ديد دايما وراهم الفعل فين؟ في الماضي. ولسه قايلينها في الاقتراحات راحت فين؟ ايه
قلنا let's why don't we would you like to shall we كلهم بيجوا رقم الانفينيتيف الفعل فين في المصدر ميديان يقابل لما لا نتقابل لما نتقابلش من حد ميتنج بتيجي بمعنى يقابل لو قرينا شيء او ممكن تيجي بمعنى اجتماع عندنا ميتنج مثلا شكرا على الدعوه بتاعتك thanks for your invitation يا دعوه it's a wonderful picnic نزهه رائعه اوعى تفوتها don't miss it اما المس الثانيه دي معناها ايه اللي هي الفوضى الوقت كده كان بيعمل البنت اللي كان بتعمل حاجات في المطبخ واخوها كسر لها البيت فقلت له وات مس وير نوت يو بورد وير يو بورد يعني وير يو بورد اين ولدت فقال له الكايرو في القاهره لان يو بتاخد وير ما بتاخدش ايه ووز مع الاي والهي والشي والاد لكن وير مع الوي واليو والذي طبعا ار مش تنفع عشان مضارع مش عارف اقول لك اين تولد يا اين ولدت خلاص I can't hear you مش عارف اسمعك I have got انا عندي I've got headache ليه headache صداع ولا ايريك الم في الاذن ايريك طبعا الم في الاذن طبعا نخش على التوبيك Would you like to make swimming go swimming تمام go swimming اللي هي هذا بس اسمها go swimming علي is picking me up pick up لا قلنا المعنى الحرف يلتقط بس مش هتقول يلتقطني يعني الساعة 7 هيجي ياخدني يعني ووصلني مثلا الساعة 7 ولا حاجة اسمها picking me up I can't wear this shirt لا يمكننا ارتدي هذا الشيرت it's too short قصير جدا طبعا طولي بالدبل او اللي معناها جدا this hotel الفندق دوت has a swimming pool طبعا pool حمام سباحة دبل او لكن دي بول كوره والبيت تاني This skirt هذه الجيب الجيبة suit you تناسبك لا عليك نحط لها اس ليه بقى suits عشان السكيرت ديت it وقلنا اللي هي والشي والات لازم نحط الفعل اس حدش ينساه Don't miss the chance اوعى تفوت الفرصة اسمها don't miss بالاي قلنا دي معناها فوضى The chance الفرصة to visit the Sphinx. إيه السفينكس ده؟ Sphinx حتى في مدينة اسمه مدينة Sphinx. جنب الأهرامات كده اسمه Sphinx. أبو الهول اسمه Sphinx. والله. I'm writing an invitation to inviting you عشان أعزمك to my party. طب invite بس ليه؟ عشان تو وراء الفرق في مصر. خلي بالك inviting قبل ما نضيف الـ ING كان أصلها E. يبقى invite كده اهو سيشل ايه في الاخر The winner الفائز is going to يعني يبقى is going to هنا سوف ليه يبقى ده فائز المصدر اهو اسمه تيك خلاص يبقى is going to سيأخذ a price ده سعر انا عايزه price جايزة price جايزة لسه قليل برضو how about what about eating line G ايه رأيك ناكل in a restaurant او in the restaurant في المطعم are you at school yesterday لا did مش تنفع ليه بقى بص يا باشا هي do او does او did لما تكتبهم لازم يكون بعضهم فعل في المصدر ما ينفعش يجوا يا جماعة من غير فعل اهو ثلاث دول عندك اسمهم ايه do سواء كده كان سمول او في اول الجمله المهم لما يكون في دو او داز او ديد لازم يا استاذ يجي بعدهم فعل والفعل ده لابد ان يكون كمان فين في المصدر ما ينفعش يجوا كافعال مساعده من غير فعل لازم اقول لك مثلا دو يو لايك دو يو جو دو يو ايت لازم يكون في فعل ما ينفعش يجوا من غير ايه فعل طب ايه اللي بقى اللي ممكن يجي من غير فعل اللي معناها هل في اول جمله ام او اس او ار دول كده ممكن يجي برده معنى هل في الجمله بس ممكن يجي بعدهم اسم مش فعل يعني ممكن يجي بعدهم اسم وممكن يجي بعدهم ايه فعل الاثنين شغالين ويجي بعدهم كمان صفر يبقى ايه الفرق بين دو وداز وديد وام واس وار دو وداز وديد دايما لازم يجي وراهم فعل والفعل ده لازم يكون فين في المصدر لكن ام ويز وار مش شرط على فكره يجي وراهم فعل ممكن يجي وراهم اسم او فعل او صفه
تعامل موضح. طبعا الماضي من الاول ويز وار نفس الفكره ووز اوت وير معناهم هل بس كان في الماضي. تعامل موضح مثلا از هي الدكتور هل هو دكتور فجت هنا بعد از ايه اسم. طيب عايزين مره نجيب صفه اقول لك مثلا از هي هابي هل هو سعيد فجت بعد از ايه صفه ممكن يجي بعدها فعل اه بس لازم احط له اي ان جي يبقى از هي بلاينج هل هو بيلعب. فلو تلاحظ از جه بعدها ايه اسم وصفه وفعل بيجي بعدها الثلاثه لكن دو داز وديت لازم يجي وراها بس ايه فعل ما يجيش وراها ايه ابدا اسم ولا صفه الا اذا كانت بمعنى يفعل كان بتكلم هنا عليها كفعل مساعد كفعل مساعد دايما لازم يجي وراها فعل لكن ان واز وار ووز وير هم اللي ممكن يجي وراهم ثلاث حاجات اسم او فعل او صفه از هي دكتور او از هي دكتور هل هو دكتور از هي هابي هل هو سعيد از هي بلاينج هل هو يلعب. ارجع كده هنا بقى بص هنا في ايه يو انت هل انت كنت في المدرسه امبارح هل في فعل في الجمله ينفع استخدم دي بحجه ان في اثر دي لا يبقى اجيب الماضي من ار ديت الماضي من ام او اذا ار ووز او وير هنحط بقى هنا ووز ولا وير وير ممتاز ليه بقى عشان يو بتاخد وير وار طبعا يقابلها في الماضي وير لو كانت از كنت ممكن تكتب ووز يو كان لين بوكس اتفهمت الجمله ديت مهمه جدا يا ريت تعلموا عليها عشان فيها ملاحظه كده مش احلال للطالب اللي مركز قوي يعني يبقى لنا دو او داز او ديت وراهم فعل لكن ام ام او اذا ار ووز وير دايما وراهم ممكن يجي وراهم اسم او فعل او صفه ثلاثه صح يو كان لين بوكس ممكن تسلفني كتب من المكتبه كل تستعير قصدي اسمها بورو هي لين يعني يسلف ممكن انت تسلف كتب من المكتبه لا خد انت بتستلف من المكتبه تستعير من المكتبه اسمها بورو I can't eat well مش عارف اكل كويس I have got a stomach عندي معده طبعا عندي ايه كل الناس عندها معده stomach ache هتكتب stomach a stomach ache الم فين في المعده you must drink an aspirin تاخد اسبرين لو انت تعبان على حاجه take an aspirin you've got a toothache عندك الم في الاسنان you should see a baker تشوف الخباز طبعا تشوف مين دنتست اللي هو مين طبيب الاسنان دكتور ماشي بس هو الدكاتره تخصصات زي في دكتور اطفال طبيب اسنان لو كتبت دكتور ماشي يعني بس الافضل منها والاحسن انك تكتب دنتست لان ده خاص بالاسنان هو حتى حدد لك ما لكش اي تعب عادي ده حدد لك التوت السنان عشان تكتب انت دنتست طبيب الايه الاسنان الشوت ثرو رابش المفروض ترمي زباله يجب انك ترمي زباله خلي بالك لتر دي زباله لان في لتر ثانيه بالاي اللي معناها خطاب او جواب ترمي زباله ان ذا ستريت في الشارع اكيد طبعا شودن لا يجب او يجب باللغه العربيه يجب الا هيز ابسنت يسترداي هو ابسنت معناها غائب يسترداي ابسنت عايز اقول هو كان غائب لسه قايلين الماضي من كلمه ام او اذا او ار اللي معناهم يكون الماضي منهم واز او وير كان بنقول له ايه واز It's cloudy. الدنيا مغيمة. اهي في تنبؤ بدليله. شايف في عينيا ان الدنيا مغيمة مليانة سحب. يبقى will rain ولا will ولا سوف الثانية ايوه ممتاز. It's going to rain. It's going to rain يعني سوف تمطر. بيقول لك It's not baggy. ترجم معنى كلمة baggy يعني واسع. واسع. It's not baggy ليس واسع. اللبس ده مش واسع بقى هو ضيق فاكرها تايت شبه تايت في الصوت تايت تي اي جي اتش تي هي ويل بار هي البار ا بار اوف كلاسز انا عايز اقول زوج من كلمه زوج من اللي هي الحاجه من فرتين بالظبط زي بعض بير اوف ساعتنا بير اوف شوز زوج من الاحذيه بير اوف سوكس زوج من الشرابات اللي بتلبسها الجوارب اللي في الرجل بير اوف جلافز زوج من جوانتي القفازات اللي بتلبسها في ايدك بير اوف شوز بير اوف جلاسز دايما بنقول عليها ايه بير اوف اللي هي زوج من لما يكون فردتين او حاجه من فردتين زي بعض بالظبط اي ام فيزيتنج يو لاست سمر اي ام فيزيتنج يو انا هزورك الصيف اللي فات ولا الصيف اللي جاي نيكست سمر
ده زمن ايه ده؟ شو قلنا المضارع المستمر ممكن يعبر عن المرة الثالثة بنقول حاجة بتحصل دلوقتي او مستقبل قريب محدد بموعده. ممكن يعبر عن ايه؟ مستقبل قريب محدد بموعده. يبقى I'm visiting you next summer, الصيف الايه؟ القادم. He's going to scare يعني يخوف. A goal. طبعا يحرز هدف اسمها score a goal. يحرز هدف. Can you do an omelette؟ تعرف تعمل بيض الاومليت؟ Make. بس فيها افعال كتيره في الانجليش تيجي معاها دو وافعال بتيجي معاها ميك. يعني مثلا اي حاجه فيها ورك اي حاجه فيها اسمه دوت ورك بتيجي مع دو. مثلا دو بتيجي مثلا مع الهوم ورك الواجب. الهاوس ورك اعمال المنزل. اكسبيرمنت تجربه مثلا. في جدول كده ان شاء الله ما تكبر شويه في ثانويه عامه موجود بالكامل كده ايه الكلمات بتيجي مع دو والكلمات بتيجي مع ميك. ميك مثلا ممكن تقول ميك فريندز يكون اصدقاء. ميك ا ساندويتش يعني ساندويتش. ميك ذا بيد يرتب السرير وهكذا. كوك ماشي تنفع يعني. بس هو عايز بدل دو هو جايب دو عشان ميك ودايما بيجيب ميك بيخلي بدلها ايه؟ دو. What are you going to eat؟ going طبعا بالاين جي. ماذا ستاكل؟ حتى في ام او اذا ار لسه قايلين لو جه بعدهم فعل لازم نحط له اي ان جي. You can do horse riding. طبعا ما حدش اللي بقى ميك هنا go horse riding. امتى بستخدم go؟ go مع الانشطه اللي فيها ان جي زي مثلا قلنا go swimming. go مثلا shopping اذا بالتصور. go horse riding يركب خيل. فالحاجات الانشطه اللي فيها ان جي دايما بتيجي مع go. خلاص I'm going to eat a coke. ليه تغير؟ هو عايز بدل كوك اللي هي الكوكا كولا بيبسي يعني عايز كيك بالايه؟ يا بس سنه عارف سنه بس صغيره كده بدل كوك هتبقى كيك. Why don't you؟ لما لا؟ مفيش انا علامه استفهام بدور على الناحيه الثانيه. يبقى Why don't you join us؟ لما لا تنضم لينا؟ أو تلتحق بنا. He got a prize. حصل على جائزة. Because he won the game. لا المفروض أن مثلا في الجودو مثلا. لا because he won the game لأنه فاز one. اسمع one. Won the game فاز بالإيه؟ بالسباق باللعبة. Can you lend؟ يعني بقى lend؟ ممكن تسلفني أخيرا جدا إيه؟ ممكن تسلفني your camera؟ في بعض الناس تقول لك كاميرا. He's going to انا معناها ايه بقى؟ سوف ولا يذهب؟ نبص على الناحية التانية. مفيش عندك الا الجودو وعندك ذا اكواريوم. يبقى كده يبقى هنا معايا جايب معنى يذهب. يبقى he's going to the aquarium هو ذاهب الى الاكواريوم مع الرحيل. I like doing. انا بحب طبعا امارس رياضة الجودو. نفكر الناس برضو بدو. قلنا دو يا جماعه بتيجي امتى؟ كان في كام العاب كتيره. كان في بلاي وكان في دو وكان في جو. فكرونا يلا. بلاي كانت بتيجي مع ايه؟ ملعب اي لعبه فيها كوره. فوتبول باسكت تشيس شطرنج فيديو جيمز كل دول ايه؟ بلاي. دو مع الالعاب الانديفيدجوال الفرديه. لا دو مش جو. دو مثلا مع مثلا العاب الفرديه زي مثلا الكاراتي او مثلا الجودو او مثلا اي لعبه فرديه عنيفه اسمها دو. اخر حاجه جو. اخر حاجه جو مثلا زي جو شوبينج. يعني جو شوبينج يذهب يتصور. جو مثلا سويمينج يذهب للسباحه وهكذا. ملاحظة بس الأخيرة قبل ما نخلص المراجعة دي. دو ممكن بدل ما أقول شوبينج ممكن أقول دو لو جات لك ذا يبقى دو ذا شوبينج. لو جات ذا بتاخد دو. يبقى أي أنشطة فيها أي إن جي المفروض بتيجي مع جو. لكن لو جات ذا قبلها أو أي كده أداة ما تبقاش جوه تبقى دو. أي استفسار في المراجعة يونت 9؟